السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله نصر، مشاريع أردوينو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشروع سمارت هوم. المشروع ده مركب من 3 مشاريع أساسية، اللي هما مشروع حساس الضوء مع لمبة، مع 3 لمبات ليد. أول ما النور يقل في المكان، الثلاث لمبات بتقيد تلقائي. معانا مشروع تاني اللي هو مشروع حساس الحركة مع ال حساس معانا مشروع حساس الحركة مع الإنذار، بحيث لما الحساس بيحس بأي حركة قدامه بيدي إشارة للإنذار إن هو يبدأ يظبط. معانا المشروع التالت اللي هو مشروع متحكم بالبلوتوث، ده اللي هو عبارة عن إن إحنا برمجنا قطعة بلوتوث HC05، إحنا برمجناها مع لمبتين، بحيث إن يكون في 3 زراير. زرار بيقيد اللمبة الأولى وبيغلق، زرار تاني بينير اللمبة التانية وبرضك بيغلق، الزر التالت اللي هو بينير اللمبة الرابعة بينير اللمبتين معا وبيغلقهم برضك معا. طيب دي كانت نبذة سريعة عن المشروع. If it seems like anyone are in the house, it will make the visu buzzer buzzing. Like we see. Now we are in the end. Thank you for watching. Please tell us our comments about our project.